وعلشان كده يا بنات، البنات اللي بتبعت لي في استشارات وبتقول لي حبيبي او جوزي اكتشفت ان هو بيعرف بنات عليا، بس انا واثقه ان مفيش في القلب غيري، للاسف من خلال الفيديو ده انا عايزه اصدمك واقول لك لا، ما تضحكيش على نفسك، عيشي بكل سعاده الدنيا لانك اكتر واحده تستحقيها، ويلا بينا نسرق من العمر لحظات. يا صباح الخير والجمال والسعاده على عيونكم يا احلى بنات في الدنيا كلها، بتوحشوني جدا 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 من الفيديو للفيديو. ولو انتي اول مره بتشوفيني، فانا كونتنت كرييتور بيرنتنج كوتش، باحثه في العلاقات الاجتماعيه والزوجيه. علشان تنضمي لاسرتنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب، تفعلي زر الجرس واعجاب بالفيديو ده كمان علشان تشجعيني وعلشان استمر، ويلا بينا نبدا بسرعه جدا جدا. الحقيقه يا بنات جات لي رساله من الرسائل، وبرضو عايزه افكركم بخدمه الاستشارات سريعا. انا الاستشارات متاحه على كل السوشيال ميديا بتاعتي، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس وكمان في البينت كومنت. عايزه اقول لكم ان جالي سؤال، وهو ازاي اتاكد ان جوزي بيحبني، ازاي اتاكد ان شريك حياتي بيحبني. يعني خلوا بالكم ان انا طبعا ببقى حاطه المتزوجات اولويه نظرا لكل الضغوطات اللي بتعيش فيها الزوجه والام، ولكن الفيديو ده الحقيقه لكله، لو انت متجوزه، لو انت مخطوبه، لو انت بتحبي. فالحقيقه حسيت ان انا عايزه اشارك المحتوى ده معاكم لاهميته القصوى. عايزين نكشف علاقات مريضه من علاقات صحيه، عايزين ننقذ نفسنا. فهنا كل اللي انا هطلبه منك قبل ما تشوفي الفيديو ان انت تحضري كوبايه الشاي او النسكافيه بتاعتك، وتجيبي ورقه وقلم. ايوه زي ما انت سمعتي كده، ورقه وقلم. هبدا اقول لكم خمس خطوات تتاكدي بيهم اذا كان الشخص ده بيحبك ولا لا، وتبداي ان انت تعلمي علامه صح، وتشوفي علاقتك بشريكك هتجيب كام من خمسه. وطبعا ما تنسوش تكتبوا لي ده في الكومنتس. اول نقطه معانا النهارده تأكد لك ان الراجل اللي معاكي بيحبك حب حقيقي، وهي ان الراجل ده ببساطة شديدة يكون بيدي اكتر ما ياخد، راجل معطاء، راجل عنده عطاء. جملة كده يا بنات كنا بنسمعها في البرامج، في الافلام، في المسلسلات، كلنا بنقولها لبعض، والحقيقة ان احنا كنا بنطنشها، ولكن في واقع الامر الجملة دي حقيقية جدا جدا، وهي الراجل البخيل في مشاعره بخيل في كل حاجة تانية. تاني، الراجل البخيل في مشاعره بخيل في كل حاجة تانية. لو في علاقتك براجل مش معطاء، براجل بياخد وبس، هتلاقي الراجل ده أناني، هتلاقي الراجل ده نفسي ومن بعد الطوفان، مش مهتم بيكي خالص، مش مركز معاكي، مش متعاطف معاكي، هو مش شايفك، هو شايف نفسه بس. يرجع من الشغل، يرجع للبيت، فين الأكل؟ أنا جعان، عملتي إيه النهاردة؟ طب ما انا كمان لسه راجعه من شغل، انا كمان برضو لسه ما اكلتش، انت مقصره، انت كذا، انت ما اعرفش ايه. فهنا الراجل ده دايما شايفك مقصره. باصص على الجزء السلبي بس، هتلاقي الراجل ده معاكي بخيل واناني في مشاعره، ما بيحبكيش حب حقيقي، اناني في العلاقه الزوجيه الخاصه، او لو انت مرتبطه عاطفيا او مخطوبه او الكلام ده كله، هتلاقي الراجل ده اناني فحتى كلمه بحبك. يعني احنا عارفين ان كلمه بحبك، لو انتم متابعين معايا فيديوهاتي قبل كده، كلمه بحبك اصعب كلمه تقوليها واصعب كلمه تصدقيها. بتحبني مش كلام، لازم تثبت. فبرضه هتلاقي حتى الكلمه يعني مش بتتقال ولا بتتثبت، ده لو انت مخطوبه. تالت نقطه ومن الاهم النقط في الجزئيه دي، ان هو بخيل معاكي ماديا. حاطط له كده قايمه كده خاصه بيه. اول حاجه في القايمه دي نفسه والمجموعه بتاعته، انت طبعا مش منهم. تاني حاجه لو هو متجوز الاولاد. تالت حاجه تيجي انت. فعلشان كده بقول لك اوعي اياكي تعتمدي على راجل ماديا. قلتها وبقولها وهقولها، تقدري تعملي اي حاجه تجيب فلوس من البيت، تقدري تطبخي، تقدري تبيعي مخلل. في فيديو قبل كده كنت عامله لكم اللي هو ازاي تشتغلي من البيت، ازاي تلاقي مجالات من البيت، ممكن تبداي من البيت، مش لازم تخرجي مره واحده. فهنا علمي كده في الورقه واكتبي لي في الكومنتس شريكك معطاء ولا لا. تاني نقطه معانا النهارده وبتبين لك ان شريكك بيحبك حب حقيقي مش اي كلام، وهي الراجل اللي بيحبك حب حقيقي عمره ما بيتلكك لك لما بتغلطي. تمام؟ فهنا طبعا عارفين ان كلنا بنعمل اخطاء،
سواء كان الغلط ده مش مقصود جل من لا يسوى، او سواء كان الغلط ده ان انت بتكتشفي حاجة جديدة، ان انت جربتي حاجة وطلعت غلط، غلطتي ايه يعني؟ تلاقي الراجل ده مسكهالك، انت غلطتي؟ طب فين يوجعك؟ ما بيسامحكيش. بعكس الراجل اللي بيحبك حب حقيقي، مهما يسمع عنك ومهما يتقال له عنك الحق، انت ما تعرفش ان مراتك قالت كذا كذا؟ ايه ده بجد هي قالت كذا؟ اه معلش تلاقيها مش قصدها، معلش اصل شافت حاجات كتير في يومها، انا عارف ان هي طيبه، انا عارف ان هي ما تقصدش. فبيبقى دايفين ديب، بيبقى زي ما بيقولوا كده غاص جواكي، عارف انت مين، عارف ايه اللي تقصديه وايه اللي ما تقصديهوش، عارفك من جوه، عارف طيبتك، عارف نقائك، بيسامحك، بيغفر لك، بيحتوي. مش زي ما انا بقولها وهقولها وقلتها، الراجل اللي بيحبك حب حقيقي هو راجل معاكي على الزمن، مش هو والزمن عليكي، فاهمه؟ فانتي مش عايزه ترتبطي براجل يزود همومك ويجيب لك اكتئاب، يضيفي مشكله تانية لحياتك، لا احنا عايزين راجل يساعدنا على حل مشاكلنا، يعيننا على الحياه. ثالث نقطه معانا النهارده يا بنات، وهي الراجل اللي بيحبك بجد وبيحبك حب حقيقي هو راجل حطك انتي اولويه في حياته، انتي رقم واحد. قالوا يا سامح مش هتروح معانا المصيف؟ اه لا انا اسف، اصل ايه ناس عندها شغل، انا مش هروح في حته من غيرها. ده الراجل اللي بيحبك حطك رقم واحد في حياته. ايه ده يا حبيبي انت جايب لي لابتوب وانت محتاج موبايل؟ اصل انا اقدر استحمل، لكن انتي لا، شوفي اولوياتك، شوفي انتي عايزه ايه، شوفي انتي محتاجه ايه. فبيبقى حطك انتي رقم واحد في حياته، انتي على راس القايمه، بعكس الراجل رقم واحد اللي انتي لا واحد اتنين تلاتة على ما يبقى يجي دورك في الكشف، لا ده راجل حطك انتي رقم واحد. فده برضو راجل بيحبك بجد. يا ترى مين لسه مكملة ومين بتعلم في الورقة اللي احنا قلنا عليها وبتعلم النقط وجبتي كام من تلاتة؟ سيبيلي ده في التعليقات. رقم اربعة معانا النهار، الراجل اللي بيحبك حب حقيقي هو راجل ما بيعملش حاجة من غيرك، هو راجل بيشاركك كل كبيرة وصغيرة في حياته، هو عايزك معاه، هو مش عايز حد تاني، في كل صغيرة وكبيرة في حياته عايز يشاركك انتي في كل حاجة بيعملها. قالوا لي حبيبتي انا قدامي ده وقدامي ده، اختار ايه؟ تقولي له هو اللي انت شايفه طبعا يا حبيبي بس ده يكون احسن، يجيبه. قالوا يا حبيبتي انا محتار بين القرار ده والقرار ده، اسافر في اول السنه ولا في اخر السنه؟ تقولي له طب اخر السنه هيناسبنا اكتر، وتبداي ان انت تشرحي له نفسك ويقتنع برايك. فهنا يا بنات هتلاقي الراجل ده فتح لك قلبه كتاب مفتوح، بعكس الراجل اللي مش بيحبك حب حقيقي، هتلاقيه بيخبي عليكي، هتلاقيه مش صريح معاكي، هتلاقيه بيكذب. عمر ما الراجل اللي بيحبك هيكذب عليكي مهما كانت الاسباب، دي حاجه حطيها في ودنك، عمره ما هيخبي عليكي، بالعكس هيبقى عايز يقولك لان هو عايز نصيحتك، عايز مشورتك، عايز رضاكي، عايز يحس زي ما احنا قلنا ان هو بيشاركك في كل حاجه. فلو شريكك بيخبي عليكي عمره ما كان بيحبك حب حقيقي، ده وهم. زي ما انا قلت لكم يا بنات قبل كده، الجواز شراكه، شركه، اتنين مشتركين في مشروع علشان ينجح. لو انت خبيتي على شريكك وشريكك خبى عليكي، المشروع وقع، فشل، مش مبني على الصراحه. افتحوا قلوبكم لبعض، خلوا الشمس، وانا محظوظه ان الشمس دلوقتي على وشي مباشره، يعني خلوا الشمس تشوف قلوبكم، كفايه عتمه في العلاقات. النقطة رقم خمسة معانا النهاردة، لو انت عايزة تعرفي ان الراجل اللي معاكي بيحبك بجد، الراجل ده عنده commitment، الراجل ده عنده التزام. رقم واحد التزام تجاهك، ان هو يكون سندك، ان هو يكون دعمك، تقفي يشجعك، يا حبيبتي هتقدري، انا واثق فيكي، انا واثق ان انت تقدري تعملي كده. عمره ما بيحطمك، عمره ما بيحطلك كده العراقيل كده، ايه يزحلك كده في الطريق، يشاطها في طريقك علشان تقفي، علشان يفضل هو المتحكم، لا. لو عمل كده يبقى عمره ما حبك حب حقيقي، ده وهم بيضحك عليكي. الراجل اللي بيحبك حب حقيقي هو راجل عنده كوميتمنت تجاهك، بحيث الراجل ده مش شايف غيرك، البنات اشكال والوان، ستايلات مختلفة، طرق مختلفة، انا مالي، انا مرتبط بانسانة، انا بحب انسانه. وعلشان كده يا بنات، البنات اللي بتبعت لي في استشارات وبتقول لي انا حبيبي او جوزي اكتشفت ان هو بيعرف بنات عليا، بس انا واثقه ان مفيش في القلب غيري،
للاسف من خلال الفيديو ده انا عايزه اصدمك واقولك لا، ما تضحكيش على نفسك. عمره ما حبك وعمره ما كان كومتنت ليكي وعمره ما شافك زي ما احنا قلنا شافك من جوه. طيب خلاص انا شفتي ان الراجل اللي معاكي ما بيحبكيش، او نسبة حبه ليكي زي ما احنا قلنا ان انت هتكتبي لي في الكومنتس نسبة حب الراجل اللي معاكي كام من 5، الراجل ده مش بيحبني 5 من 5، الراجل ده بيحبني 1 من 5، اعمل ايه؟ ايه الحل؟ فهنا انا عايزة اقولك الحل بكل بساطة واختصار في نقطتين. اول نقطة اتكلمت فيها كتير، ما تعتمديش على اي راجل ماديا، كوني سند نفسك المادي رقم 1. رقم 2، للاسف يا بنات احنا ما بنحبش نفسنا كفايه. اللي بيبعت لي ويقول لي انا بجري ورا راجل، انا بيبعت لي وتقول لي خطيبي قال لي احنا لازم نكون اصحاب وما اعرفش ايه وانا لسه بجري وراه، انا لسه عايزاه، انا لسه ببعت له، انا لسه شايفاه جوزي، الكلام ده كله. فهنا انا وباختصار شديد جدا هقول لك وهقول لنا كلنا احنا مشكلتنا كستات ان احنا مش بنحب نفسنا كفايه، بنحب الراجل اكتر مننا، فللاسف العلاقه بتبوظ بتتدمر بتكون مش متساويه. طيب هتقولي طب احب نفسي ازاي؟ احط ميك اب، بخرج، بسافر، بلبس اللي على الحبل كل يوم، ببقى قمر. فانا للاسف هصدمك وهقولك لا، مش ده هو حب النفس. شيء جميل ان انت تباني باحسن صورك، ان انت تباني باحسن اشكالك، ان انت تكوني حلوه قدام نفسك، بس مش هو ده حب النفس. ده جانب بسيط، ولكن الجانب الحقيقي ان انت تحتوي نفسك زي ما قلت، تطبطب على نفسنا. كام واحدة مننا بتجلد نفسها؟ كام واحدة مننا لما بتحصل لها مشكلة او لما بتغلط بتعاقب نفسها؟ وانا اللي غلط، الكمالية، السعي للكمال، انا ما كانش مفروض اغلط، انا ما كانش مفروض اعمل ده، انا ما اعرفش ايه. تقعدي تحاسبي نفسك، تعاقبي نفسك. كام واحدة مننا بتكتئب لما بتقع في مشاكل؟ طبيعي انك تكتئبي، ولكن اللي مش طبيعي ان انت تسيبي نفسك ضحية. وهعمل يا بنات فيديوهات في الموضوع ده كتير، لان احنا ما بنحبش نفسنا كفاية. احنا بنستنى الحب من راجل، وللاسف لما بيبقى الراجل ده موجود ولا بنعرف نحبه ولا بنعرف نحب نفسنا صح. فبرضه ده هيكون موضوع فيديو كده، علشان عايزه اكلمكم في الموضوع ده باستفاضه معانا وفي قناتنا اللي بتهتم بكل حاجه عن حياه المراه، وعلشان عايزاكي وعايزاني وعايزه كل الستات اللي على وجه الارض تعيش حياه اسعد. فهستناكم في فيديو جديد، ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس واعجاب الفيديو ده كمان، ويلا شاركوا الفيديو مع كل صاحبكم علشان نساعد اكبر عدد من البنات. هستناكم.